السلام الله عليكم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من إكسترا. اليوم هنستعرض في بدايتها أهم الأخبار في المحافظات، ومنها نروح لجولة مراسلين لرصد رسائل وتقارير حول فعاليات مختلفة. كمان هنتكلم عن تطوير القطاع الطبي بشكل موسع، وفي حلقتنا النهاردة فقرتنا الرئيسية هنتكلم عن الفعاليات المستمرة قبيل انطلاق قمة المناخ والاستعدادات اللي بتشهدها مصر حاليا. سنة دي شهدت إقبال غير مسبوق على زراعة الذهب الأبيض، وطبعا الذهب الأبيض هو القطن المصري، وده بعد نجاح منظومة تسويق القطن الجديدة واللي حققت طفرة هائلة وغير مسبوقة في أسعار القطن العام الماضي. في الشرقية تم جني 33 ألف فدان بالجنية الأولى و 5000 فدان بالجنية الثانية بنسبة تفتح 60%، وده من إجمالي المساحات المزرعة بالقطن هذا العام، واللي تخطت 56 ألف فدان. طبعا ده بيكون بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن السنة اللي فاتت، وده تم ببذور منتقاة بتتميز بالنمو الثمري وملائمتها للظروف الجوية ومقاومتها للأمراض، وده بفضل جهود مصر في الحفاظ على القطن المصري وإعادته بقوة للأسواق العالمية. كمان من الفعاليات اللي حصلت النهاردة انطلاق أول سباق هجن بميدان سباقات الهجن بالسلوم غرب محافظة مرسى مطروح. فعاليات السباقات بتتم داخل مضمار على مسافة 5 كيلو، بيشارك فيه 400 جمل من كل محافظات الجمهورية. من محافظة مطروح بنروح لمحافظة البحر الأحمر، وبيستقبل مطار مرسى علم الدولي النهاردة 32 رحلة طيران دولية، وده بيعد أكبر وصول أسبوعي. الرحلات بتقل على متنها حوالي 5000 راكب من جنسيات مختلفة، وطبعا بتقوم سلطات المطار بتسهيل كل إجراءات الوصول لنقل الناس دي للفنادق والاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي المقرر أنها تصل خلال الأسبوع ده ل 108 رحلات طيران بتصل من 12 دولة أوروبية، بينها 4 رحلات داخلية و 18 رحلة من إيطاليا، 18 رحلة من ألمانيا، و 31 رحلة من التشيك، وغيرها كتير من الرحلات. تستمر فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات قبل انطلاق قمة المناخ اللي هتقام في شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل بإذن الله. يمكن من بداية المبادرة وإحنا بنتابع الأنشطة داخل المحافظات، والحقيقة مصر وضعت قضية المناخ على رأس أولوياتها، مش بس علشان إنقاذ مصر من الكوارث اللي بتنجم عن التغيرات المناخية، لا كمان لمساعدة دول العالم في تحسين جودة البيئة والظروف المناخية لضمان سلامة مواطنيها. النهاردة في محافظة أسيوط بتستمر حملات نظافة والتشجير بقرى مراكز المحافظة بهدف توسيع الرقعة الخضراء وتوفير مناخ صحي لأهالينا في المحافظة. في الأقصر
100 شاب وفتاة شاركوا في زراعة 100 شجرة بأسماء الدول المشاركة بقمة المناخ. خلونا نشوف العرض ده عن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، نتابع. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية. أسفرت الجهود دي عن تحقيق العديد من النجاحات خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 28 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 34,945 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 724,454 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,119 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3,119.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 5,001 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 256.5 طن دقيق بلدي مدعم. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 86 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,945 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 511.5 طن. كما تم ضبط 113 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 54.5 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 54 طن أسمنت. كما تم ضبط 106 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز والشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت حوالي 149 طن أرز شعير. كما تم ضبط 229 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 122,574 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 730,771 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها
308,734 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3504 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 163 سائقا منهم. كما تم المرور على 168 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 893 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 610 مركبة وتبين عدم مطابقة 30 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 327 سيارة و48 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية تم ضبط 9201 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 954 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1218 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2807 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2997 مخالفة ملصقات وضبط 39 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1669 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 68,987 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 64,100,685 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 372 قضية، من بينها 210 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و162 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 42 قضية بقيمة مالية بلغت 76,925,656 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2425 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,937,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,739,851 جنيها. نتكلم بتوسع عن جهود الدولة في تطوير القطاع الطبي والارتقاء بالمستشفيات، ودلوقتي في جولة مراسلين هنشوف رسالة زميلي أحمد الأفيوني واللي هستضيف خلالها دكتور أحمد طلعت عميد كلية طب أسنان قنا علشان يكلمنا عن تطوير مستشفى طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي بأحدث التقنية. نتابع. أعزائي المشاهدين، من محافظة قنا واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر وتحديدا من واحد من أهم الصروح الطبية التعليمية الجديدة بجامعة جنوب الوادي مستشفى طب جراحة الأسنان بجامعة جنوب الوادي. هذه المستشفى بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 194 وحدة أسنان لتقديم خدمة طبية متميزة ومجانية لأهالينا في محافظة قنا ومحافظات جنوب صعيد مصر. لكن للمزيد من التفاصيل دعوني أستقبل معكم الدكتور أحمد تميرك عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي. دكتور أحمد، بداية برحب بحضرتك، يعني تفاصيل أكثر حول هذه المستشفى الوليدة مستشفى طب جراحة الأسنان بجامعة جنوب الوادي. أهلا وسهلا بسيادتك وبقناتكم الكريمة وتحياتي للمشاهدين كلهم. مستشفى طب الأسنان من أحد أعمدة الخدمة الطبية في جامعة جنوب الوادي،
احنا الحمد لله تقريبا بنستقبل يعني المستشفى تم انشاءها في 2018، حاليا نوصل احنا حاول نستقبل ما يقرب من 20,000 مريض سنويا. 20,000 مريض طب اسنان ده رقم كبير، والحمد لله فضل ربنا بنقدر نتعامل معهم كلهم. الخدمه عندنا زي ما سيادتك اشرت قبل كده برضو، الخدمه تقريبا هنا مجانيه، هو العيان بيدفع فقط تذكره الكشف تحت، واي خدمه اخرى تركيبات خلع، تركيب ثابت متحرك، علاج جذور، حشو عادي، تنظيف، علاج لاسة، كل ده بيتم مجانا تماما، يعني مش بيدفع اي حاجه اخرى. المستشفى هي تابعه لكليه طب فم والاسنان، الكليه طبعا تم انشائها في 2013، وفضل ربنا ومعالي فخامه الرئيس السيسي طبعا بدعمه ودايما مسندته لينا، كل مره كل سنه بتكبر عن السنه اللي قبلها. الحمد لله برضو المستشفى هنا مجهزه بتجهيزات مش موجوده في جنوب الوادي تماما، يعني احنا المستشفى الجامعي الوحيده لطب الاسنان الموجوده في جنوب الصعيد، يعني احنا بناخد محافظات سوهاج وقنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر، عندنا اجهزه متميزه، يعني عندنا جهاز مثلا اللي هو بيسمى كات كام او جهاز خرط الخزف اللي بيعمل تركيبات عن طريق الكمبيوتر تماما، عندنا أجهزة أشعة متقدمة في جهاز الأشعة المخروطية أو جهاز ثلاثية الأبعاد، جهاز الأشعة وجهاز أشعة العادية البانوراما والسيفالومتري وأشعة الأسنان العادية. إحنا الحمد لله برضو تعاقدنا على 50 وحدة جديدة إن شاء الله، جاري إن شاء الله توريدهم خلال الشهرين اللي جايين، وحاجة اسمها مايكروسكوب لعلاج الجذور. عندنا غرفة عمليات مجهزة لعلاج المرضى تحت تأثير البنج الكلي، ودي من الحاجات اللي متميزنا جدا، لأن طب الأسنان في نوعيات كتير من العيان بتحتاجه، خصوصا المرضى ذوي الهمم ما ينفعش تتعامل معهم وهم صحيين بالبنج الموضعي، فغرفة العمليات بتدينا نقدر نقدمهم الخدمة بتاعتهم تحت تأثير البنج الكلي. وغرفة العمليات تبع القسم جراحة الوجه والفكين اللي هو برضو مجهز الحمد لله بأحد التجهيزات، عندنا حاجة اسمها منظار مفصل الفك، ده لعلاج اضطرابات مفصل الفك، عندهم مشاكل في مفصل الفك، منظار الغدد اللعابية. وبرضو في غرفة العمليات الحمد لله بنقدر نقوم بقى قسم العمليات، قسم الجراحة نفسه بنقدر نعمل زراعة أسنان، نقدر نعمل استئصال أورام الفك الوجه والفكين فيه، نقدر نعمل أي علاج العيوب الخلقية زي مثلا الشفة والسقف، سقف الحلق المشقوق، وملحق بغرفة العمليات دي غرفة عناية مركزة عشان تبقى الخدمة متكاملة، وعندنا غرف إقامة خاصة بيها. الحمد لله يعني المكان مجهز، وكل سنة بنقدر نزود في التجهيزات، وبركة في معالي الرئيس وطبعا دعم الدولة للمكان الناشئ زي كده. يعني دكتور أحمد، يمكن حضرتك أشرت إلى خدمة مجانية تقدم هنا للمواطن في جنوب الصعيد، ويمكن هذه الخدمة بتقدم لمحافظات يعني جنوب الصعيد بالكامل، يعني كيف للمواطن هنا أن يأتي إلى هذه المستشفى ويتلقى هذه الخدمة بالمجان؟ الإجراءات المطلوبة، الأوراق المطلوبة منه حتى يتمكن المواطن هنا في جنوب صعيد مصر على الحصول على خدمة طبية مجانية هنا في هذه المستشفى الجديدة؟ إحنا سيادتك العيادات تعمل بالكامل من يوم السبت ليوم الأربعاء، وفي عيادات تعمل 6 أيام لغايه يوم الخميس، مش مطلوب اي حاجه من المريض غير انه هيجي بشكوته فقط، بيعطى تذكره تحت تذكره كشف، وبعد كده بيتوجه للقسم، في قسم تشخيص بيشخصه، بيتوجه للقسم اللي محتاج الخدمه فيه فقط، هو ده المطلوب، مفيش حاجه ثانيه. يعني حضرتك دكتور احمد يمكن برضه اشرت الى ذوي الهمم والتعامل مع ذوي الهمم، وان هناك يعني معامله خاصه في هذه المستشفى للتعامل مع يعني المرضى من ذوي الهمم، يعني تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع. احنا الحمد لله مستشفى طب الاسنان بتتعامل مع مشاكل طب الاسنان في جميع طوائف، يعني الشعب وكل الناس اللي عندهم مشاكل بنقدر نتعامل معهم، يعني حتى الناس اللي عندهم مشاكل زي ما قلت سيادتك عندهم ذوي الهمم، الاطفال اللي في بعض الاحيان يصعب السيطره عليهم، لذلك احنا مجهزين غرفه العمليات بتاعنا للتعامل مع النوعيه دي من المرضى، ان احنا نقدر نتعامل معهم بلطف وهم نايمين، ويقدر الخدمه تؤدى ليهم بالظبط تماما. ده اضافه بقى كمان اضيف لسيادتك ان اي عيان عنده اي مشاكل صحيه اخرى، يعني مثلا عيان عنده عامل قسطره في القلب وعنده مشكله في اسنانه، بيجينا ان شاء الله في قسم الجراحه نتعامل معاه، الحوامل، الناس اللي عندهم مشاكل في الدم والسيوله، اللي عندهم مشاكل في الـ في الـ في في الـ في, الـ في, الـ في, الـ في اضطرابات الغدد الهرمونيه ولا في حاجه، الحمد لله احنا بنقدر نتعامل مع كافه المشاكل الصحيه اللي هي اللي عندهم
طب مشكله في اسنانهم ونقدر بسلامه وامان نادي الخدمه لجميع المرضى. يعني متعلق يا دكتور بالمؤتمرات الطبيه داخل هذه المستشفى وعقد مثل هذه المؤتمرات لثقل مهارات الاطباء هنا في جنوب صعيد مصر في محافظه قنا؟ احنا الحمد لله برضو يعني بنشارك دايما في الكليه المشتركه في جميع المؤتمرات والندوات سواء داخل مصر او خارج مصر. اعضاء التدريس الحمد لله عندنا دايما بيواظبوا على الحضور في جميع سواء حتى على مستوى الطلبه بنشارك في مؤتمرات على بتقام على مستوى الجمهوريه والحمد لله يعني بنحصد مراكز متقدمه في الندوات دي. يعني بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد على كل هذه التفاصيل. اذا اعزائي المشاهدين كان هذا هو لقاؤنا مع الدكتور احمد تميرك عميد كليه طب جراحه الفم والاسنان بجامعه جنوب الوادي حول واحد من اهم الصروح الطبيه الجديده في جامعه جنوب الوادي تضاف الى الصروح الطبيه الاخرى هنا مستشفى جراحه طب الاسنان بجامعه جنوب الوادي. وعوده بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى لزملائي في الاستوديو. شكرا زميلي أحمد الأفيوني. وفي نفس الإطار بتواصل الدولة العمل بالمنظومة الصحية على قدم وساق لإنجاز وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للمنظومة الجديدة وفقا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة، وأنه إنجاز هذا النوع من المشاريع بيعتبر من أولويات الدولة لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة وكمان تحصين الصحة العامة للمواطن المصري والنهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحقيق لرؤية مصر نحو التنمية الشاملة المستدامة. خلونا نروح الأليوبية علشان نشوف تقرير زميلنا إبراهيم جودة عن تطوير مستشفى حميات أليوب ونرجع نكمل بشكل أكبر عن تطوير المنظومة الصحية في مصر. تعد مستشفى حميات قليوب بمحافظة القليوبية أحد أهم المستشفيات المركزية التي تقدم خدماتها للمرضى خاصة في حالة الأمراض المعدية والحميات وأمراض الكبد والجهاز الهضمي مع مراعاة الرعاية الصحية والجسدية والنفسية للمريض. وتخدم مستشفى حميات قليوب مناطق جنوب القليوبية وهي مناطق مدينة قليوب والقرى التابعة لها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وشبين القناطر. التطوير اللي حصل في المستشفى عبارة عن عناية مكونة من 5 سراير بفنت بأكسجين بكراش كار برسم قلب. تاني حاجة احنا طورنا المعمل اللي هو بيفيد برضه في أعمال العناية وطورنا الأشعة وعملنا شبكة أكسجين ملحقة بيها. تطوير الحميات بيفيد أكتر من 1 مليون شخص من 1 مليون نسمة ل 19 مكان ملحق بمدينة أليوب. وقد تم رفع كفاءة المستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية ذات الكفاءة العالية حيث تم افتتاح وحدة جديدة للعناية المركزة تضم أحدث الأجهزة وزيادة عدد الأسرة بالقسم الداخلي لاستقبال الحالات المرضية المختلفة. إن شاء الله بعد افتتاح العناية هتفرق كتير جدا مع المرضى، حالات اللي بنخدمها برضو زي حالات السعار، حالات التهاب المخ الصحي، حالات التيتانوس لو فيه، كل الحاجات دي طبعا كنا محتاجين عناية عشان نقدر نساعد الناس دي. وتقدم المستشفى خدمات الكشف الطبية وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى الغير قادرين من خلال العيادات الخارجية وأقسام الاستقبال والطوارئ بها. صراحة الخدمة هنا ممتازة جدا، يعني من شبين القناطر بس باجي اكشف هنا لأن هنا صراحة سعر التذكرة رخيص جدا وبتاخد عليها علاج وكده، وما فيش في منطقة شبين خالص حميات صراحة، فهنا المستشفى مفتوحة ال 24 ساعة للي بيجي. حتى والدتي لما اتحجزت قريب هنا كانت صراحة التمريض شغالين والمستشفى ال 24 ساعة والدكاترة بيمروا عليهم. الخدمة الطبية كويسة بعد التطوير وفيها تحاليل كويسة والدكاترة هنا ممتازين جدا وبيقوموا مع أي مريض بأحسن واجب ويكشفوا عليه ويدوله علاج والتذكرة كلها ما بتقلش عن 3 جنيه. بصراحة الخدمة الطبية هنا كويسة جدا، يعني أول حاجة حضرتك بتقطع التذكرة ب 3 جنيه يعني سعرها قليل جدا عن بره عن أماكن تانية، بتخش جوه الدكتور بيفحصك فحص شامل، بتحتاج تحليل بيعمل لك تحليل بيعمل لك كل حاجة، بتحتاج برضو تعمل تعلق محلول بيعمل لك محلول بيعمل لك كل حاجة، وقيسلك ضغط قيسلك أكسجين، احتجت حجز بيحجزك تمام، كل حاجة كويسة جدا. وبرضو صرف العلاج هنا مجاني يعتبر مجانا جدا. كما تدعم المستشفى أيضا التعليم الطبي المستمر للكوادر من أطباء وممرضين وإداريين وتلتزم بتطبيق نظام الجودة، كما تلتزم بإيجاد بيئة تتميز بالسلامة والأمان.
خلونا نرحب بالدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا. برحب برايك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. بداية دكتور، جهود الدولة في تطوير القطاع الطبي والمستشفيات كثيرة جدا، أهم التحديات والفرص في قطاع المستشفيات في مصر برأي حضرتك؟ الحقيقة أنه القصة بدأت مع مبادرات الرئيس اللي كان بدأت في القضاء على فيروس كورونا، فيروس سي. وزي ما حضرتك بتعلم إن كانت مصر بتعاني من عدد كبير من المصابين بفيروس سي، وطبعا ومشاكلهم اللي كانت ليس لها حصر، لكن كمان امتدت المبادرات وكانت تشمل كل القطاعات، فشملت المرأة والطفل والقضاء على قوائم الانتظار، إلى جانب كمان إنه كان في اتجاهات كبيرة ناحية تطوير المستشفيات وكمان توفير كل الأدوية اللي كان محتاجها القطاع الطبي لفترة كان فيها أزمة في العالم كله اللي هي فترة كورونا. وفعلا استطاعت مصر أنها توفر كل الأدوية اللي بيحتاجها المواطن المصري في هذه الفترة، بحيث أن احنا ما كناش محتاجين أنه يبقى فيه أي استيراد لهذه الأدوية. عملت شراكات مع الدول المصنعة للقاحات واستطاعت أنها توفر جميع اللقاحات للمواطن. النهارده احنا بنشوف كمان تطوير المستشفيات اللي بقى أعلى مستوى، وأن المستشفيات بتقدم الخدمات الصحية للمواطنين بأسعار رمزية، وأن المواطنين بيقدروا يحصلوا على كل ما يحتاجوا من تحاليل وإشعاعات وعلاجات من خلال توجههم للمستشفى العام الحكومي اللي بيقدر أنه هو يوفر لهم كل ما يحتاجوه، حتى كمان من العمليات المتخصصة في كثير من الحالات. أرجع لسؤالي يا دكتور عن أهم التحديات اللي بتواجه عامل المستشفيات. التحديات الحقيقة كتير، لأنه طبعا هذه العملية عمليات التطوير بتحتاج أموال طائلة، إلى جانب كمان تدريب المستمر للأطباء اللي بيحتاج أنه يتعاملوا مع هذه التطوير اللي بدأ دلوقتي أنه يكون على أعلى مستوى من التكنولوجيا. وتدريب الأطباء وحصولهم على الدورات التدريبية واحد من التحديات المهمة. كمان توفير الأطباء اللي عندهم الخبرات أنهم يكونوا موجودين طول الوقت في المستشفيات ده شيء مهم. وإحنا بنشوف أنه دلوقتي علشان نقدر نحصل على الخدمات الطبية المتميزة كمان بيحتاج نوعية معينة من التحاليل والأشعاعات المتخصصة إلى حد كبير. المستشفيات الحكومية النهاردة قدرت أنها توفرها، ومش بس كده لكن كمان بإقامة يعني نقدر نقول أنها إنسانية، لأنه لم يكن ده موجود قبل كده. موضوع العنابر مثلا اللي كان المرضى بيدخلوا فيه، النهارده بنشوف انه هذه المستشفيات تم تطويرها، اصبحت دلوقتي حجرات عباره عن حجره فيها سريرين او ثلاثه على الاكثر، وليها حمام خاص كمان. ومش بس كده لكن كمان بنشوف انه المرضى بيبقى في نوع من المتابعه المستمره علشان يقدر ان هو يتابع صحته، ويقدر كمان انه يبقى في اكتشاف مبكر للمشاكل والمضاعفات من الامراض اللي هو بيعاني منها. كل ده طبعا كان بيحتاج نوع كبير من التكاليف، لكن سيادة الرئيس الحقيقة كان ليه توجيهات علشان كل ده يذلل ونقدر فعلا ان احنا نقدمه للمواطن المصري في التوقيت ده. لو اتكلمنا دكتور عن دور ومستقبل المستشفيات في منظومة التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة في مصر. طبعا موضوع التأمين الصحي الشامل اللي بدأ في بعض محافظات القناة كان بداية تجربة، بحيث أنه يبقى فيه تغطية كبيرة لكل المواطنين اللي بيعيشوا في هذه المحافظات وبيحصلوا على الخدمات الطبية بالمستوى الراقي اللي ممكن أن هو يحقق لهم يعني استيفاء احتياجاتهم، وما يحتاجوش أنهم يروحوا للمحافظات الكبيرة زي القاهرة والأسكندرية. كمان البداية كانت في بورسعيد بالضبط، ولكن كمان مدن القناة النهاردة كلها أصبحت دلوقتي تحت تغطية التأمينية الصحية الشاملة. وقدرت الحقيقة المستشفيات دي أنها توفر كل الإمكانيات علشان تجدد البنية التحتية بتاعتها، ومش بس كده أنها تكون بنية تحتية يعني مناسبة للبيئة وخضراء يعني لا تضر بالمناطق المحيطة.
طيب دكتور، لو اتكلمنا عن أهم الأولويات والخطوات لتطوير وتطبيق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمستشفيات. أهم الأولويات طبعا هي توفير الأدوية بإيدين مصرية، وكمان توفير الاحتياجات من الدم ومستقات البلازما وكمان اللقاحات داخل على أرض مصر. ده الحقيقة بيخلي إن المواطن حاسس بأمان إن كل ما يحتاجه هيلاقيه مصري موجود تحت إيده. في كمان طبعا موضوع اللي هي تنمية المستشفيات والبنية التحتية بتاعتها، لأن المستشفيات زي ما حضرتك بتعرف النهاردة أنه في تطوير كبير على مستوى العالم ودخول للنظام التكنولوجيا الحديثة والكمبيوترات في كل الإدارات داخل المستشفى. كمان الفايلات أو الملفات بتاعة المرضى أصبحت دلوقتي موجودة تحت يعني إدارة المستشفى، بحيث أنها تقدر ترجع وتقدر تعمل إحصائيات دقيقة عن صحة المصريين في المناطق المختلفة. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس، سابقا كنت معنا عبر الهاتف. مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا. مرحب بحضراتكم من جديد. معنا كمان في حلقة النهاردة تقرير من محافظة جنوب سيناء وتحديدا مدينة شرم الشيخ. زميلة رانيا كمال بترصد لنا الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 واللي هيتم تنظيمه الشهر المقبل في مدينة السلام. نتابع. فرحان جدا باللي بيحصل في البلد والتطور الرهيب اللي حصل فيها في الفترة الأخيرة، النظافة الغير طبيعية اللي حصلت في البلد، يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي شال البلد وحطوها من أول وجديد. طبعا أنا فرحان جدا باللي بيحصل، لأن إن شاء الله جاي لنا 130 رئيس دولة جايين لنا هنا، المفروض إن احنا نبان بمظهر كويس جدا، ده دعاية حلوة جدا لنا في السياحة. احنا متقسمين لثلاث فرق، كل فرق موجودة في أماكن مختلفة، وكل فرقة احنا عاملين تمام بنوزع الشنط القماش دي بديلة لشنط البلاستيك حفاظا على البيئة، وفي نفس الوقت احنا مجرد التسجيل بيبقى عبارة عن ان احنا بنسجل بالبطاقة والناس بتيجي تاخد شنط فور فري، التسجيل بيبقى مجرد بتسجيل الرقم القومي بتاع البطاقة وبنسجل ونطلع ايه الشنط القماش. احنا موجودين دلوقتي في احدى محطات التابعة لشركة طاقة اريبيا، هي محطة طاقة شمسية بتولد قدرة اجمالي حوالي 10 ميجا وات. زي ما احنا شايفين المحطة متكونة حوالي 22 ألف لوح شمسي و 8 أكشاك كهرباء، قدرة الكشك حوالي ميجا وشوية. المفروض ان احنا دلوقتي في الفيز أو المرحلة الأخيرة من تركيب المحطة. تقرير تالي من محافظة البحر الأحمر واللي بتقوم فيها مجالس المدن بالتوسع في زراعة الأشجار المثمرة، ده طبعا ضمن مبادرة اتحضر للأخضر، المبادرة المهمة جدا واللي بتأتي في ظل اقتراب انطلاق أعمال مؤتمر المناخ كوب 27 الشهر المقبل. الزميل أحمد عوض بيرصد لنا في التقرير التالي ملامح التوسع في زراعة الأشجار المثمرة بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر. النهارده في مدينه راس غارب بنطبق مبادره شجره لكل بيت. طبعا المبادره دي منبثقه من مبادره سياده الرئيس، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. جات لنا فكره المبادره كفرع اقليمي لجهاز شؤون البيئه بالبحر الاحمر ان احنا نوزع شجر مثمر، فعشان خاطر الاهتمام يكون اكتر والاهتمام بالاشجار المثمره يكون زياده، فجات لنا فكره ان احنا نعمل مبادره شجره لكل بيت. وبدانا بمدينه راس غارب على اساس ان احنا هنختار ان شاء الله من كل مدينه في مدن من مدن البحر الاحمر قريه نطبق فيها المبادره ونوزع فيها اشجار مثمره ونزرع فيها اشجار مثمره في القرى دي، بحيث ان يكون الاهتمام بها زياده والاهتمام بيكون اكتر
ان احنا نوزع اشجار في الاماكن او غير الاماكن اللي احنا هنوزعها ان شاء الله. النهارده المبادره يعني شجره مثمره لكل منزل. احنا النهارده المبادره بتبدا من راس غارب، وراس غارب بترحب بالمبادره، واحنا كان يمكن لينا السبق في قبل كده ان احنا بدانا المبادره دي من جهات تانية، ولكن احنا بندعم المبادره ونشر الثقافه دي داخل المدن للاشجار المثمره. لما ننشر في المنطقه دي الاشجار المثمره في هذا في هذه المنطقة بديل عشوائيات، بتلاقي المنطقة إن شاء الله بتبقى الثقافة دي موجودة عند المواطن، وهيراعي هذه المبادرة وهيساعد على زيادتها ونشرها والحفاظ عليها. في نفس الإطار، استعدادات كتير جدا بتتخذها الدولة المصرية لاستقبال قمة المناخ واللي هتعقد في مدينة شرم الشيخ الشهر اللي جاي إن شاء الله. الهدف والرسالة أنه مصر مقبلة على استضافة أهم فعالية عالمية بينتظرها العالم، لأنها تناقش قضية بتهم العالم أجمع، وهي التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية اللي ضربت معظم دول العالم. بينضم لنا عبر الهاتف دكتور سمير الطنطاوي استشاري التغيرات المناخيه. برحب بحضرتك يا دكتور سمير. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. في البدايه محتاجين نعرف وصلنا لفين في استعدادات قمه المناخ؟ الحقيقه المؤتمر شرم الشيخ يعني احنا بنقدر نقول ان هو مشروع دوله. الحقيقه الدوله كلها يعني على قدم وساق في التخطيط والتنظيم والاستعداد لهذا المؤتمر العالمي الهام جدا. ومصر الحقيقة بتضرب نموذج يحتذى به في تنظيم مثل هذه المؤتمرات الكبيرة. طبعا الاستعدادات زي ما حضرتك عرضت في التقرير، يعني شرم الشيخ دلوقتي يعني تقريبا جاهزين. احنا بنتكلم واحد على 21 يوم باقي على المؤتمر، كل شيء جاهز الحمد لله. والأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كان في زيارة لمصر اليوم والاطلاع على التجهيزات والترتيبات، وطبعا ابدا طبعا سعادته بما تقوم به الحكومه المصريه من ترتيبات واستعدادات على قدم وساق على كافه المحاور الحقيقه، يعني سواء الترتيبات والاستعدادات اللوجستيه، المطار والمقر المؤتمر والفنادق والطرق والمستشفى شرم الشيخ اللي تحول دلوقتي لاول مستشفى اخضر في منطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا، والعديد من الترتيبات والتنظيمات او على المستوى الفني والتنظيمي من خلال الموضوعات التي سوف تطرح على جداول اعمال المؤتمرات، لان دول ست مؤتمرات ليس مؤتمر واحد، او على المستوى السياسي الحشد السياسي الحقيقه اللي بتعمله رئاسه المؤتمر ممثله في وزاره الخارجيه، بتقوم بجهد رائع الحقيقه في تنسيق مع كافة الأطراف بشكل شفاف وشمولي ومتوازن، يعني الحقيقة يعني حاجة رائعة وحاجة جميلة جدا. يعني دكتور حضرتك أستاذ مناخ، أبرز المكاسب اللي ممكن تعود على مصر والمنطقة العربية من كوب 27؟ كوب 27 هيناقش موضوعات كثيرة جدا بيهم الدول النامية، منها موضوعات كثيرة على سبيل المثال موضوع تمويل المناخ، دي أحد المكاسب التي يمكن أن يخرج بها المؤتمر لصالح الدول النامية بشكل شامل أو مصر بشكل خاص. أيضا موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية، إحنا دول لسنا مصدرين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فبالتالي لسنا متسببين في المشكلة ولكننا متضررين بالآثار السلبية لتغير المناخ، والعالم بيطالب ب تحديد هدف عالمي للمناخ، زي ما في تحديد هدف عالمي لتخفيف الانبعاثات اللي هو 1.5 درجة اللي بنتكلم عليها في اتفاق باريس، عايزين كمان هدف عالمي للمناخ، نحط سنه معينه، نحط اهداف معينه نوصل لها في وقت معين بتوفير الموارد واليات التنفيذ الخاصه بالتكيف مع اثار السلبيه لتغير المناخ. هناك ايضا موضوعات عديده مثل موضوع نقل التكنولوجيا بالاسرار المعرفيه للدول الناميه، موضوعات بناء القدرات، موضوعات المخاطر والاضرار اللي كل الدول الناميه دلوقتي بتطالب بيها، ومخاطر الخسائر والاضرار ده موضوع يعني مرحل من الدورات السابقه للمؤتمر
ويجد صعوبة في الوصول إلى اتفاق بشأنه. من الدول النامية اللي وقع عليها الضرر يجب أن يكون هناك آلية مالية لتعويض هذه الدول، اقتصادياتها ضعيفة ولا تتحمل الأضرار التغيرات المناخية، فبالتالي يجب أن تعوض. والدول الصناعية بترفض الوصول أو الإقرار بهذا الأمر، لأن في إقرارهم في هذا الأمر إقرار ضمني بأنهم مسؤولين عن مشكلة التغيرات المناخية، وهو مبدأ مرفوض بالنسبة للدول الصناعية للأسف. ما يسمى بالسندات الخضراء إزاي هتدعم مبادرات المناخ يا دكتور؟ السندات الخضراء، مصر كانت من أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تطلق السندات الخضراء ب 750 مليون دولار، أطلقتها وزارة المالية. الهدف منها تجميع أموال مخصصة لتمويل مشروعات في الأساس مشروعات بيئية تهدف إلى خفض الانبعاثات أو تعزيز المرونة المناخية. والحقيقة كان هذه السندات في إطلاقها الأول لاقت يعني إقبال شديد من المستثمرين، ووزارة المالية بتفكر أنها تكرر هذه التجربة. طبعا مصر بتساهم أو بتشتغل في موضوع السندات الخضراء وسندات الكربون منذ فترة طويلة، يعني من 2015 وإحنا شغالين في هذا الأمر فيما يسمى مشروعات آلية التنمية المضيفة التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، زي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، مشروعات النقل الذكي، مشروعات تدوير المخلفات. هناك العديد من المشروعات التي تهدف إلى خفض الانبعاثات بشكل شمولي، وطبعا بيكون بتعاون بين الدول الصناعية والدول النامية، وده بيبقى آلية من الآليات التي توفر مكاسب للدول النامية الحقيقة، سواء من خلال نقل تكنولوجيا أو بناء قدرات والتدريب، أو حتى بيع شهادات الكربون اللي هي سندات الكربون في الأسواق العالمية. واللي بيطلب هذه السندات هي الدول الصناعية التي عليها التزامات ولا تستطيع توفيرها أو التزام بها، فمن هنا بتيجي الفوائد الخاصة بسندات الكربون وسندات الخضراء. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية، تحدثت إلينا من القاهرة. نصل بحضراتكم لختام هذه الحلقة، تقبلوا تحيات فريق عملها وهذه تحياتي محمد الرميحي، سلام من الله عليكم ورحمات وبركات.